تصميمها رقي وما بصماتها إلا مثالا يحتذيه الساعي. في منطقة في جسمك تألمك، خذ هذه الوصفة النبوية من الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. شكى عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه وأرضاه وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على ما تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نطبق نطبق. مثلا كتفي ألمني، حطيت يدي على كتفي، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 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 أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والله يا جماعة إنه ما في منطقة في جسمي ألمتني وطبقت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعفاني الله تبارك وتعالى.